مساء الخير سهام ونادين. طبعا أنا اليوم أتواجد في الجزء الشمالي من العاصمة بغداد، تحديدا في منطقة الأعظمية في قصر صدام، والمكان الذي كان قصرا للرئيس السابق صدام حسين. طبعا هذا المكان كان مهم جدا لدى الرئيس السابق صدام حسين، وأنا راح أحدثكم عن بعد 20 عام من الحرب العراقية الأمريكية كيف أصبح هذا المكان. هذا المكان أو هذا القصر، أو في السابق كان قصرا، كان تحفة من تحف صدام حسين. طبعا ضم تقريبا 600 غرفة وقاعة اجتماعات، إضافة إلى 12 مسبحا وبحيرة لصيد الأسماك تبلغ مساحته 3000. طبعا هذا المكان تعرض للقصف الأمريكي منذ إنشاء القصر، يعني منذ عام 1995 إلى 2003 كان على مرات متفاوتة يتعرض للقصف الأمريكي. طبعا جعل صدام حسين في نهاية التسعينيات مقرا لاستقبال كبار ضيوفه وكبار الشخصيات الذين كانوا يزورون صدام حسين. وبعد 2003 لم تنتهي أهمية هذا المكان السياسية، لقد أصبح مقرا للجيش الأمريكي بعد 2003، فيما بعد أصبح مقرا للجيش العراقي، وفي بداية 2018-2018 يعني هذا المكان أقر له أن يكون مستشفى لمكافحة المخدرات وعلاج مدمني المخدرات. لكن في منتصف عام 2018 تحول هذا القصر إلى منتجع سياحي على طراز ألف ليلة وليلة، يعني يضم سلسلة من المطاعم ويضم مدينة مائية ويضم أيضا غرفا على طراز وغرار قصص ألف ليلة وليلة. هذا القصر طبعا واحد من مئات القصور، من مئة قصر لصدام حسين، بني من الحجر العراقي والمرمر اللبناني والجرانيت الإيطالي. يعني زينب خلينا هيك يعني نعطيك بريك، لأنه حكيتي لنا كل تاريخ هذا القصر، اسم الله عليك. طيب زينب، اليوم أنت بالفترة الأخيرة شاهدة على كل الممتلكات والأماكن المرتبطة بحقبة صدام حسين، من اليخت في البصرة، واليوم أنت في شمال العاصمة العراقية بغداد من هذا القصر الذي تحول إلى مقصد للمواطنين والسياح. إذا أردنا مثلا أنا وأنت أن نذهب إلى هذا القصر اليوم حيث أنت، ما هي الفعاليات التي سنفعلها اليوم خصوصا في أجواء رمضان؟ يعني أنت اليوم عم تخديني في جولة في بغداد، شو بنعمل هذا القصر هلأ؟ بداية القصر مطل على نهر دجلة، هذا أكثر ما يميزه. يعني إضافة إلى هذا فكرة المنتجع بعد 2003، يعني اليوم إحنا ما رح نشاهد نهائيا أي ملامح للقصر، كلها تقريبا اختفت وتحولت إلى غرف على طراز ألف ليلة وليلة. أكيد رح تستمتعين بالمشاهد اللي هي تأخذك لعالم ألف ليلة وليلة وروايات ألف ليلة وليلة وقصصها. إضافة إلى هذا طبعا فقرات المسحرات وفقرات الحكايات اللي تتواجد هنا بالمنتجع، يعني الجلسات الموجودة بالخيام الرمضانية. طبعا إضافة يعني للأشياء اللي تحدثتها عن القصر، بما أنه أخذتنا لموضوع اليخوت وقصر بابل، قصر بابل واليخوت صدام حسين أبد ما سكن بقصر بابل ولا استقل هذه اليخوت، لكن في قصر الأعظمية لا، كان لصدام حسين وجود هنا، ولهذا كان القصر جدا مهم، وهي واحدة من الأسباب اللي جعلته يتعرض للقصف الأمريكي لأكثر من مرة. احنا بنشكرك جزيل الشكر زينب المشاط من بغداد، مراسلة مساء العربية.